أهلا بكم. رغم الثروات الضخمة التي يمتاز بها العراق إلا أنه يعاني من أزمات كثيرة تتجدد بين الفينة والأخرى وتطفو بعضها على السطح نتيجة الإهمال المتعمد والمستمر، فيما تظهر أزمات أخرى نتيجة الخلافات السياسية والصراعات على المناصب، ليبدأ مسلسل الفضائح بين سراق المال العام ليكشف عن الجرائم والسرقات التي تقدر بمليارات الدولارات وهي أموال الشعب. ولعل أبرز تلك الملفات التي يعشعش فيها الفساد والسرقات ملف النفط والكهرباء، فضلا عن القطاع الصناعي والزراعي، وليس عنكم ببعيد تفكيك وسرقة مصفات بيجي التي كانت تغطي نحو 65% من حاجة البلاد من المشتقات النفطية، والتي آثارها الصدر متهما الميليشيات التي كانت تحت عباءته بسرقتها. الاتهام جاء بعد 7 أعوام من الصمت، حين وجد الصدر في أزمة الوقود المتفاقمة في العراق فرصة للتحشيد ضد خصومه ومنازعيه على المناصب، مثلما يرى محللون سياسيون ومراقبون للشأن العراقي. فما دلالات إبقاء العراق مستوردا للمشتقات النفطية وهو بلد نفطي منذ العام 2003، رغم أن له قوة تصديرية هائلة قبل احتلاله؟ من له المصلحة من جعل العراق يخسر مليارات الدولارات بما يعادل إنشاء 20 مصفاة نفطية، ومن انعكاسات تدهور جميع القطاعات الإنتاجية الاقتصادية على الواقع العراقي وعلى الاقتصاد العراقي المثقل والمنهار أصلا؟ هذه المحاور مشاهدينا الكرام نناقشها في برنامج تحت الضوء بعنوان الفساد الحكومي في العراق مليارات في مهب الريح. سيكون ضيوفي في هذه الحلقة، ضيوفي الكرام عبر سكايب، الباحث والخبير في مجال الطاقة الدكتور دريد عبد الله. أهلا بك دكتور. أهلا بك. وكذلك أرحب بالأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب الكبيسي معنا عبر سكايب أيضا. أهلا بك دكتورة هداب. أهلا بك دكتور سمير. بداية مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار. عند اختلاف السراق والفاسدين تتكشف الحقائق ويفضح بعضهم بعضا، ورغم اشتراكهم في عمليات السرقة والفساد التي تقدر بالمليارات، فهم يتبادلون التهم دون حياء أو خوف، فلا رادع ولا حسيب، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التيار الصدري اتهم خصومه السياسيين لا سيما الميليشيات التي خرجت من تحت عباءته بسرقة مصفى بيجي، والذي ما زالت تداعياته مستمرة حتى اليوم، نظرا لكونه يغطي نحو 65% من حاجة البلاد من المشتقات النفطية. الاتهام جاء بعد 7 أعوام من الصمت، حيث وجد الصدر في أزمة الوقود المتفاقمة في العراق فرصة للتحشيد ضد خصومه ومنازعيه على المناصب. بينما حملت لجنة النفط والغاز النيابية وزارة النفط مسؤولية العجز الحاصل بالوقود بسبب سياستها الخاطئة، ليبقى العراق مستوردا للمشتقات النفطية وبأسعار مرتفعة لا سيما من إيران، فيما أكد وزير الكهرباء عادل كريم أن وزارته ليس لديها إمكانية لتجهيز المحطات الكهربائية بالغاز المحلي خلال المستقبل القريب. وزير النفط الأسبق عصام الشلبي أكد بأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 فشلت ببناء مصاف جديدة أو تطوير المصاف القديمة لإيقاف استيراد المشتقات النفطية، لافتا إلى أن حجم الأموال التي صرفت على استيراد المشتقات النفطية بعد عام 2003 كافية لبناء أكثر من 20 مصفاة. منظومة الفساد في العراق لا تقتصر على أزمة المشتقات النفطية، فثمة أزمات تجتاح جميع المفاصل والقطاعات، ولعل من أهمها قطاع الصناعة الذي أسدل الستار عليه لصالح إيران، وقطاع الزراعة الذي يتهدد التصحر نحو 55% من المساحة الكلية للأراضي الزراعية فيه بحسب وزارة الزراعة الحالية.
فضلا عن تجريف أكثر من 3 ملايين نخلة في محافظة البصرة فقط، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن وضع الأمن الغذائي في العراق غير مستقر، وأنه يواجه موجة غير مسبوقة من الجفاف الذي تسبب في تصحر جزء كبير من الرقعة الزراعية في البلاد. إذن أبدأ مع دكتور دريد عبد الله الباحث والخبير في مجال الطاقة. دكتور دريد، العراق بلد نفطي غني بالثروات والموارد وخاصة النفط، هل يعقل أنه بعد العام 2003 العراق يعجز عن تصدير المشتقات النفطية مثل ما كان قبل احتلاله وأصبح يستورد المشتقات النفطية؟ هل هو عاجز عن ذلك؟ السلام عليكم. أولا بالنسبة للعراق، اليوم عراق 2022 يحتاج حوالي 1 مليون برميل من النفط يوميا للاستهلاك المحلي، وكذلك جزء منه كبير للتكرير في المصافي. هذا النفط المكرر لا يمكن أنه اليوم لا يمكن أنه يتم تكريره في العراق بسبب قصر منظومة التكرير اللي هي المصافي عن سد الحاجة المحلية من هذا المنتج، من هاي المنتجة. احنا نحاول انه العراق يحاول انه يسد هذا النقص خلال السنوات الجاية، لكن تبقى المشكلة الأساسية هو تعاظم استهلاك المواطن مع زيادة من المواد المشتقات النفطية، بجانب زيادة مهولة تصل إلى حوالي 1 مليون نسمة في الكثافة السكانية للعراق، وهذا الشيء جعل من الصعوبة بما كان يزداد النفط المقاربة أو الموازنة بين صادراتها النفطية اللي تبلغ. هل من المعقول دكتور، يعني اسمح لي في هذه المداخلة، هل من المعقول أن المواطن أصبح الآن يمثل عبئا على الحكومة بحيث لا تستطيع الحكومة أن تصدر النفط والمشتقات النفطية، أو على الأقل أن تلبي احتياجات الداخلية للعراق من هذه المشتقات النفطية؟ إلى هذا الحد المواطن يعني يشكل ثقل على الحكومة وهو السبب في ذلك، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ بالتأكيد هاي المشكلة لها 3 أوجه. الوجه الأول هو مثل ما تفضلت، هو أنه المواطن كمية الاستهلاك المحلي زادت من سنة 1980 إلى اليوم من 5% إلى حوالي 25% من ورد من صادرات أو من إنتاج العراق من النفط. الوجه الثاني واللي هو الأهم، إنه العراق مشكلته إنه الوقود في داخل العراق هو وقود مدعم، بمعنى إنه خسائر وزارة النفط وبالتالي خسائر الدولة العراقية من تكرير هاي الكميات المهولة من النفط اللي قلناها اللي هي حوالي 1 مليون برميل يوميا، أرقام خيالية قد تصل إلى 6.5 مليار دولار بالسنة، بينما هو على الأقل لازم تكون الأسعار هي الأسعار الأساسية اللي تبيها السعر الرئيسي للمشتقات اللي منها الديزل والبنزين وغيرها. ابقى معي لو سمحت، سأنتقل للدكتورة هداب الكبيسي. دكتورة هداب، العراق عندما يصبح فقط مستوردا للمشتقات النفطية، كان العراق يمد العالم بالنفط، عندما كان العراق يعني في فترة من الفترات يخوض حروبا ل8 سنوات ويخوض حروبا أخرى، ومر بفترة الحصار وفترة تصدير النفط مقابل الغذاء، كل هذا الأمر والنفط فائض في العراق، المواطن العراقي يأخذ حصته بالكامل من الوقود، سواء كان للسيارات، للنقل، للتدفئة إلى آخره، أو حتى للمعامل، وحتى أن الكهرباء يعني كانت في زمن ما يعني لا يتم الاعتماد على المولدات الأهلية، مع ذلك هناك فائض، ما الذي يجري؟ نعم،
نعم، شكرا لك دكتور سمير. يعني في الحقيقة يعني إذا رجعنا للعملية السياسية ككل، هنالك جمود سياسي اقتصادي في الوقت الحاضر وفي أيضا يعني في الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية. بالتالي لن تستطع هذه الحكومات عبر الزمان أن تحقق خطوات إصلاحية في منظومة القاعدة الصناعية بشكل عام والنفطية بشكل خاص، بحيث تستطيع أن تحقق من خلال ذلك يعني نقطة جدا مهمة، ألا وهي بأننا نحن نعمل على إنتاج المشتقات النفطية، وبالتالي نستفاد منها وفي نفس الوقت نستطيع أن نستحصل على إيرادات تكون هذه الإيرادات يعني ممكن أن تزيد عن حاجتنا ونعمل على تصديرها، وأيضا يعني يستفاد منها المواطن. الذي حصل في كل هذه الفترة يعني بالعكس تماما، يعني أنه نحن نستورد المشتقات النفطية، وكما ذكرتم في تقريركم كان هنالك مصفى الدورة. مصفى الدورة كان في حقيقة الأمر إلى آخر وقت يعطي 300 ألف برميل يوميا، وبالتالي هذه الكمية التي كان يعني يعمل على إنتاجها مصفى الدورة هي نفس الكمية التي احنا نعمل على إنتاج بعض العفو نعمل على استيراد بعض من هذه المنتجات النفطية بهذا المقدار 300 ألف برميل يوميا من إيران. إذن بالتأكيد هنالك عملية غير صحيحة، عملية غير صحيحة تتمثل في أن إيرادات العراق التي يحصل عليها من النفط الخام بشكل عام هي عملية تعتبر استهلاكية في نفس الوقت لهذا الدخل أو لهذا الإيراد. يعني على سبيل المثال العام الماضي احنا أو في 2021 في نهايته تقريبا مجموع ما استوردنا كأرقام بسيطة 14 مليار دولار، ولكن هذه العملية أيضا هي ليست بجديدة، هذه العملية موجودة يعني في حقيقة الأمر منذ سنوات ماضية، منذ عام 2017 لدينا يعني أيضا أرقام يعني أفصحت عنها بعض المصادر الأجنبية التي قد أيضا تؤدي إلى يعني حدوث خلل في النظر إلى منظومة الاقتصاد العراقي ككل. يعني عندما يستورد العراق في عام 2017 زيت الغاز بمقدار يعني 6 مليار دولار والبنزين 12 مليار دولار وأيضا النفط الأبيض 850 مليون دولار وأيضا الغاز السائل مليار دولار، هذه من 2017. فإذا هي العملية لها جذور ولها ماضي، وبالتالي لم تتحسن الأوضاع من 2017 إلى يومنا هذا، بالعكس ساءت وازدادت. وبالتالي كما ذكرتم نحن نعمل على استيراد هذه المشتقات النفطية يعني بشكل حتى تسد حاجة المستهلك من جهة، ومن جهة أخرى نحن في حالة تراجع بعدم إمكانية أن نعمل على بناء منظومات جديدة نستطيع من خلالها أن نعمل على إنتاج هذه المواد التي نعمل على استيرادها كمشتقات نفطية يعني بشكل عام بالمقارنة مع كنا ما ننتجه في الماضي، وهذا كله طيب. هو مرتبط بمجموعة من الأمور التي هذه الأمور دعينا نقف لو سمحتي دكتورة، يعني سأنتقل للأستاذ دريد عبد الله في النقطة التي انتهيت إليها. دكتور دريد، فيما يخص موضوع تصريحات وزير النفط الأسبق عصام الشلبي تحدث فيها بأن العراق يعجز بعد العام 2003 عن تطوير مصافي نفطية أو حتى بناء مصافي نفطية جديدة، وعمل على استيراد المشتقات النفطية بمبالغ هائلة من أموال الشعب العراقي تكفي لقيمة بناء 20 مصفاة نفطية. هنا بالنظر وبصفتكم خبير في الطاقة دكتور دريد، في هذه الجزئية لو أن الدول الأخرى لنفترض الدول المجاورة للعراق أو الدول النفطية البعيدة عن العراق، هل من الممكن أن تكون هكذا ثروات 20 مصفاة نفطية قيمتها تصرف على استيراد مشتقات نفطية؟ هل هذا الأمر يقف وراءه أجندات إقليمية من وجهة نظرك؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ كيف تنظر إلى يعني سير عملية الإنتاج
توقف عملية الإنتاج، جهات تعمل على ذلك من أجل الاستفادة وجعل العراق عاجز، كيف تنظر إلى ذلك؟ نعم، العراق سنة 2022 مقارنة مثلا في العراق عام 1980 قبل الحرب العراقية الإيرانية، العراق اليوم تخصيصاته للقطاع النفطي يقل بنسبة 70% عن تخصيصاته في ذلك الوقت. معناها إنه العراق من 2003 لحد اليوم تخصيصاته للقطاع النفطي نسبيا هو فقط لزيادة الإنتاج الكمي للنفط الخام وليس لتطوير البنى التحتية المرتبطة بهذا الإنتاج. احنا اليوم العراق يحتاج له حوالي 3 إلى 4 مصافي إضافية، وهذه المصافي الإضافية راح تزيد 40% من حاجة العراق للنفط المكرر، وهذه 40% اعتقد راح تسد جزء منها بداية افتتاح والتشغيل الفعلي لمصفات كربلاء. اليوم العراق مقارنة بسنة 1980 ينقص كثير، ينقص الاستراتيجية الحقيقية في بناء المصافي، وكذلك استراتيجية توفير المشتقات النفطية بأسعار السوق العالمية، وكذلك ينقص تطوير تقنيات التكرير، وهذا اللي جعل العراق من الدول التي تستورد مثل ما قالت الدكتورة حوالي 30% من حاجتها من النفط، من النفط المكرر، من أكثر من 9 بلدان، من ضمنها الهند، من ضمنها إيران، من ضمنها الكويت، وكذلك الإمارات ومصر، وكذلك كوريا الجنوبية. طيب دكتورة هداب، التيار الصدري اتهم خصومه بسرقة مصفى بيجي، طبعا هذه المصفى تلبي حاجة 65% من المشتقات النفطية يعني الداخلية داخل العراق. يعني هذه الاتهامات هل تجرنا لما يقوله أو يحلله مراقبون للشأن العراقي والاقتصادي بأن هناك أجندات إقليمية مستفيدة من جعل العراق عاجز بتخريب مصافيه النفطية وبيعها وتفكيكها، وبالتالي يضطر العراق أن يستورد النفط من الخارج، وحتى أن هناك تصريحات من مسؤولين في المنطقة الخضراء تحدثوا عن أن العراق سوف يدعم إيران بالمال، مليارات الدولارات من أموال العراقيين، لبناء مواقع للطاقة، ومن ثم يقوم باستيراد الغاز هو من إيران. هل هذا معقول أن العراق لا يمتلك لا قرار سياسي ولا يمتلك السيطرة على أمواله وهو يعتبر منهبا إلى هذا الحد؟ نعم، يعني في الحقيقة كما ذكر دكتور سمير حضرتك، يعني اللي بسؤالك، يعني أنه إحنا كان لدينا بالتأكيد مصفى بيجي كان يلبي حاجة استهلاك العراق من المشتقات النفطية، هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك مشكلة كما ذكرت في بداية حديثي، أنه هذه المشكلة تكمن في جمود العملية السياسية، وبالتالي هذه العملية السياسية انسحبت على العملية الاقتصادية ككل، وتحديدا على القاعدة حتى الصناعية. ذكرت حضرتك أنه لا يريد الإقليميون أو الناس اللي هم خارج عن الحدود العراقية، خلينا نقول تحت من هم هؤلاء، تطوير نوع من أنواع نهوض بالقاعدة الصناعية العراقية. من الذي لا يريد للعراق أن ينهض بصناعته وينهض بإنتاجه النفطي؟ كثير من الجهات الخارجية، يعني على سبيل المثال الجارة إيران إلى حد يومنا هذا هي مسيطرة على القرار السياسي، وبالتالي هي مسيطرة أيضا على القرار الاقتصادي، وبالتالي أيضا نحن نعمل على استيراد ويزداد استيرادنا على سبيل المثال من الغاز الطبيعي من إيران سنة بعد سنة.
يعني في فترة ما كان 14 مليون متر مكعب يومياً، أصبح الآن 28 مليون متر مكعب يومياً. إذا هنالك زيادة مستمرة مضاعفة في عملية الاستيراد. لو امتلك العراقيون هذا القرار السياسي وبالتالي استطاعوا أن يعملوا على إدارة دفة الدولة، أكيد كانت الأمور ستختلف. وبالتالي هذه المصافي التي حتى يعني عمل العراق على إنشائها هي في حقيقة الأمر مصافي صغيرة، مصافي صغيرة لو حسبناها من حيث الجدوى الاقتصادية هي لا تشكل شيء. نعم تشكل ببعض يعني رقم صغير في عملية الاستهلاك، ولكن في الحقيقة هي لا تصل إلى مصفى بيجي عندما كان يعمل وبكامل طاقته الإنتاجية. إذا هنا نحن في مشكلة، يعني احنا من 2014 كنا مع داعش وتحررنا وخلصنا ويعني صفت الأمور في تقريبا في عام 2017، لكن إلى يومنا هذا حتى بالرغم من الأمور التي مر بها العراق والعالم بها في فترة الكوفيد 19 إلى آخره، لكن هذا ليس بمبرر. الشيء الصحيح أننا لدينا الآن إيرادات كثيرة، كان يجب أن نفكر بإقامة مصانع ومصافي كثيرة وبالتالي ذات أحجام كبيرة. جميعنا يعلم أن المصفى وبالأخص مصافي النفط هي تحتاج إلى فترة زمنية لكي تعمل على بناء مصفى حتى يعمل على الإنتاج. وبالتالي لو بدأنا من عام 2017 إلى يومنا هذا وبالتكاليف التي كانت موجودة في ذلك العام، أكيد كانت التكاليف أقل بكثير من وقتنا الحاضر، لن حلت المشكلة وبالتالي لأصبح لدينا الآن على الأقل مصفى أو مصفيين. الآن نحن في مشكلة، لا نملك مثل هذا النوع من أنواع المصافي. وكما أشار دكتور دريد أنه في بما يخص مصفى يعني كربلاء هو مصفى صغير لا يمكن مقارنته، نعم صحيح هو يعني يؤدي ولكن لا يمكن مقارنته بالطاقة الإنتاجية التي كان عليها مصفى بيج على سبيل المثال. وإذا نحن هنا أمام مجموعة من العوامل والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمنعنا وتمنعنا عن اتخاذ القرار الصحيح في بناء دولة صحيحة. دكتورة نعم شكرا دكتورة. لنكتشف مع الدكتور دريد، يا ترى الآن العراق هو خارج الحسابات النفطية في المنطقة ربما بحسب ما يرى محللون اقتصاديون وأيضا خبراء في الطاقة. العالم الآن يتجه من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ووصل إلى مستويات ومديات أبعد بكثير، والعراق الآن هو يتحدث فقط عن أن الوقود لا يكفي وأن ما يستورد حتى لا يكفي متطلبات المواطنين، ونتحدث عن مليارات الدولارات ذاهبة في مهب الريح. هنا الخارطة السياسية الغازية في العراق كيف تصفها لنا خلال المرحلة الحالية دكتور؟ والله الخارطة السياسية في العراق سنة 2022 إلى سنة 2025 هي شبه قاتمة، لأن العراق الآن سنة 2022 فقط يستعمل أو يصفي أكثر من حوالي 47% من الغاز المصاحب المحروق الذي يخرج مع نفطه. بقية الغاز تحاول وزارة النفط بالسنوات الثلاث المقبلة أن تتم تصفيته أو استعماله من خلال بناء الأجهزة وكذلك المنشآت الخاصة بالتصفية اللي هي الجي بي اس والجي بي كذلك الجي بي ان، وهذه خلال السنوات المقبله راح تقلل من الغاز يعني من الحرق في الغاز المصاحب حتى 75%. بمعنى العراق خلال السنوات الثلاث المقبله راح يحاول انه يستخدم 75% من الغاز المصاحب، هاي من الغاز المصاحب. بالنسبة كذلك في المنصورية وعكاز والسيلية
هناك الآن مشاريع لتشغيلها واستثمارها وبدء الإنتاج بها. العراق إلى سنة 2025 راح يسد حوالي بالضبط راح يسد حوالي 80 إلى 84% من حاجته الحالية من الغاز، فيما لو تم إكمال منظومات الاستعمال أو استخدام الغاز المصاحب. يعني هنا دكتور حضرتك يعني نتحدث الآن عن الحلول، الحلول من أجل يعني هذه الحلول، ولكن لا حلول حتى الآن، لم تفعل هذه الحلول. العراق من سنة 2015 إلى سنة 2035 راح يبقى مستورد للغاز، وكذلك مع مشاريع التطوير الكهربائي من سيمنز وجي، هذه راح تجعل حاجة العراق من الكهرباء تتضاعف مرتين، بمعنى أنه العراق اليوم يحتاج حوالي 24 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، فيما لو تم إكمال الثلاث مراحل من مشاريع من مشروع تطوير الكهرباء في العراق سيكون على العراق أن يتم تجهيزه ب 42 مليار متر مكعب. العراق لو على افتراضنا أنه ب 100% استخدم غاز المصاحب زائدا استخدم الغاز الذي يخرج من ثلاث حقول غاز اللي ذكرناها اللي هي المنصورية وعكاز وسيلية، هذه كلها ما راح تسد سوى 24 إلى 25 مليار، بمعنى انه 50% من الحاجة المستقبلية للغاز يجب ان يتم استيرادها. طيب. دكتور غداب الكوبيسي، دكتور دريد يقول ويتوقع بأن العراق يظل مستوردا للغاز والمشتقات النفطية حتى عام 2035. طبعا هناك تصريح لبهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، تحدث عن أن إيران تقف وراء سبب جعل العراق عاجزا عن يعني إنتاج مشتقاته النفطية وإبقائه مستوردا للمشتقات هذه من إيران، باتهام مباشر لإيران. يا ترى الانعكاسات الاقتصادية على المواطن العراقي المرهق أصلا كيف ستكون، ونحن نتحدث عن مدى بعيد، مدى زمني بعيد لإبقاء العراق مستوردا للمشتقات النفطية؟ هناك مليارات الدولارات تذهب من أموال العراقيين بدل أن يتم تطوير القطاعات الأخرى من هذه الواردات، قطاع الكهرباء، قطاع الزراعة، القطاع الصناعي. هناك ثقل كبير على كاهل المواطن العراقي. نعم دكتور سمير، يعني في الحقيقة بالشكل التالي، يعني هناك أيضا تصريح لأحد المسؤولين النفطيين أشار إلى أنه في عام 2021 إحنا سوف لن نستورد الغاز من أي جهة أخرى وبالتحديد من إيران على سبيل المثال، ولكن إحنا الآن في عام 2022 ولكن لم يحدث أي هنالك مستجدات في هذا الموضوع، وكما أشار دكتور دريد وأشرت حضرتك إلى 2035 لأننا نتكلم في زمن المستقبل، سيحاول العراق، سيعمل العراق، وبالتالي يعني هذا السير هو الذي يجعلنا إلى أننا نفكر إلى فترة زمنية قادمة قد تصل إلى 2035 أننا سنكون مكتوفي الأيدي. في حقيقة الأمر هذا كل انصب على المواطن العراقي مثل ما ذكرت حضرتك دكتور سمير، يعني نشوف أنه حتى في مؤشر التنمية البشرية لعام 2020 العراق كان درجة 123 مرتبته من بين 189 دولة، إذا نحن في تراجع، في تراجع حتى بما يخص المواطن، بما يستطيع المواطن أن يحصل عليه من حد أدنى من السلع وبالتالي من خدمات ومن ماء وكهرباء والمشتقات التي تساعد على حصوله على تيار الكهربائي إلى آخره، سواء في المولدات أو غير ذلك. يعني إحنا في ركة اقتصادية، وهذه الركة الاقتصادية هي يعني أريد بها إلى أن يكون هنالك فجو يعني جيوسياسي اقتصادي
طاقوي للعراق أن يكون محصور به، وبالتالي سوف لن يخرج من هذه الحلقة إلا إذا فكر في كيفية تصنيع هذه الأمور. على سبيل المثال، إحنا لو فكرنا في سنوات سابقة يعني واتخذنا الأمر باستراتيجية طويلة، يعني هي المشكلة مو مشكلة هو التكتيك وبالتالي لكسب معركة، المشكلة هي في كسب حرب، وبالتالي نحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد. هذه الاستراتيجية طويلة الأمد ابتعد عنها العراق في الفترة الأخيرة، وقد يبدو ذلك واضحا عدم وجود موازنة لهذا العام والعام السابق، لا نعلم كيف الأمور سارت، وبالتالي هذه مجموعة الأمور كلها تصب في نقطة أساسية مهمة، أننا لا نستطيع أن نضع البنود الأساسية الأولى في عملية التخطيط، وبالتالي هنالك قصور نظر وليس يعني قصور نظر في التخطيط وليس طيب. دكتورة، في هذه النقطة عندما نتحدث عن قصر نظر في التخطيط، طبعا كما تعلمين أن العراق يعني لا يخلو من العقول الفذة التي تستطيع أن تحقق ما حققته في التسعينيات، يعني بعد الحروب وبعد الدمار الشامل في غضون شهرين فقط هناك يعني إعادة للبناء وإعادة للطاقة الكهربائية وإعادة للمصانع وإعادة للإنتاج، يعني العراق فيه عقول فخمة، ولكن المشكلة أين؟ هناك إرادة بحسب ما يرى محللون سياسيون واقتصاديون وحتى ما يرى سياسيون من داخل الحكومة في المنطقة الخضراء يتحدثون عن أن إيران تريد أن يبيع السياسيون أو الميليشيات جميع المصافي الموجودة في العراق لكي يبقى يستورد منها، وبالتالي هناك سجن إقليمي تصنعه إيران للعراق. هنا سوف تغيب هذه العقول الفذة بإعادة العراق وإعادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية والاقتصادية. هذا الأمر من وجهة نظرك هل سيفجر ثورة على غرار ثورة تشرين، مطالبة بالحقوق، مطالبة بالثروات الضائعة التي تذهب إلى إيران وتذهب إلى غيرها؟ نعم، يعني هو حتى لو أعيدت المشاهد لأكتوبر وما حدث فيها من يعني انتفاضات بالنسبة للشباب، ثورة يعني تشرين نعم نعم أيضا ستقمع، هي في النتيجة النهائية ستقمع، وبالتالي كل ما يحدث في العراق من محاولة إجراء للتغيير سيقمع. المشكلة أنه ليس فقط في الجانب الصناعي الذي نتحدث نحن عليه الآن وفي الجانب الطاقوي اللي هو الغاز والنفط وإلى آخره، المشكلة تكمن في كل الجوانب، يعني حتى في ذكرت حضرتك وفي تقريركم في القطاعات الزراعية والصناعية، هنالك يعني هناك القطاع الزراعي لا يشكل 2% في الناتج المحلي الإجمالي، زين، والقطاع الصناعي لا يشكل سوى 3% في الإنتاج ككل في الناتج المحلي الإجمالي. لو عملت الدولة على التفكير في كيفية السيطرة على هذه الأمور، وبالتالي في كيفية السيطرة على هذين القطاعين، لاستطاعت أن تحل هذه المشكلة بدل من أن تدخل في مجالات أخرى كما ذكرت حضرتك ممكن أن حدوث انتفاضة على سبيل المثال. يعني لو فكرت في زيادة القطاع الزراعي وإنتاجه، لو 1% يزداد يؤدي هذا إلى زيادة في الأيدي العاملة في القطاع بطبيعة الحال، نعم، وأيضا يؤدي إلى زيادة في القطاع الصناعي بنسبة يعني لا بأس بها. لكن الشيء الذي يحدث أننا لا نفكر في كيفية السيطرة على هذين القطاعين المهمين، وبالتالي تلاحظون حضراتكم نحن دائما يعني في موسم الحصاد يقابل حريق، وبالتالي كل هذه السنوات الدولة لم تستطع أن تحدد من هو الفاعل، هل هي الحرارة؟ لا طبعا ليست هي الحرارة، وبالتالي لم تستطع أن تحدد أو تحجم وبالتالي أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى تستطيع أن تسيطر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي تستطيع أن تعمل على تحديد الاكتفاء الذاتي بدل من الاعتماد على الخارج، لأن احنا أيضا نعتمد على الاكتفاء، ليس مكتفين ذاتيا ونعتمد على
الاستيراد من الدول على سبيل المثال، أيضا من إيران، حتى بأبسط أنواع المنتوجات الزراعية، وبالتالي أيضا المنتوجات الصناعية، وكنا إحنا في صددها هذا من أول بداية الحلقة. إذا هنالك مشكلة كبيرة في مجمل عملية التفكير، في أيديولوجية التفكير التي يفكر بها. طيب، هذه المشكلة دكتورة هداب، دعينا نقف عندها. هذه المشكلة الكبيرة التي استمرت من 2003 إلى الآن، لأنتقل بالسؤال للأستاذ الدكتور دريد عبد الله. دكتور دريد، العالم كله منذ عام 2003 يرى أن العراق يستورد المشتقات النفطية، مع ذلك يتسبب بأزمة تلوث كبيرة. نتحدث عن الغاز المحترق، الغاز المصاحب، وأيضا نتحدث عن ما تحدثه المولدات الأهلية من أدخنة ومن تلوث وإلى آخره. ترى يعني مؤتمرات كثيرة عقدت على مستوى العالم منذ عام 1980 تتحدث عن البيئة النظيفة. العراق احتلته أمريكا غصبا وعنوة أمام أنظار العالم. ترى يعني هل هناك دور أممي للمجتمع الدولي في يعني إعادة العراق إلى ما كان عليه في مكانه الأصلي، وهو إنتاج النفط وتصدير النفط، وكذلك معالجة هذه الأساليب التي تؤدي إلى تلوث البيئة، التي ضررها ليس فقط على العراق، ضررها ينتقل إلى العالم أجمع، وأنتم يعني خبير في الطاقة، وأيضا تعرف تداعيات هذه السلوكيات الدولية أو الحكومية التي لا تبالي بموضوع تهتم له الأمم المتحدة. هل حدثنا في هذا الموضوع؟ نعم، العراق يحتاج مثل ما قالت الدكتورة، الشيء المهم عنده هو الدافع أو الخطط الداخلية العراقية. العراق مثلا في سنة 1978 كانت عنده خطة ب 20 مليار دولار بمرحلتها الأولى بعشر سنوات، بمعنى أنه عشرية، وهذه تتضمن تجهيز الكويت بالغاز. وفعلا العراق في أوج معركته مع إيران عام 1984 إلى حد 1991، كان العراق يجهز الغاز للكويت باستمرار من خلال أكثر من 9 أنابيب غاز، وتذهب لسد حاجة الكويت من الغاز. بمعنى أنه العراق من الممكن أنه ينتج ويصدر ويقلل كذلك حتى الانبعاثات الغازية من عنده، لكن أنت تحتاج مثل ما قالت الدكتورة خطط آنية خمسية أو داخلية وعشرية وكذلك عشرينية، لغرض تحسين كافة قطاعات إنتاج النفط وتكبيره. إحنا لا يمكن أنه نستمر بهذا الموضوع أو موضوع. طيب دكتور، من الذي بيده الحل من وجهة نظرك عندما تكون هناك حكومة متهمة بالفساد؟ الاستثمار. المشكلة اليوم عندنا الاستثمار أو القطاع الاستثماري في الميزانية العراقية هو فقط 17%، وهذا هو أقل شيء وصل بتاريخ العراق كله خلال الثمانينات. حتى أنت تشوف هذه اللي قلنا عليها، هذا المشروع الضخم اللي هو الانقلاب الغازي الضخم وتصدير النفط للكويت، أنت احتاجيت 5 أضعاف هذا الاستثمار اللي موجود هنا. بهذاك الوقت مع وجود الحرب، كانت هنا الخطة أو الخطة الاستثمارية بالموازنة العراقية ما تقل عن 40 إلى 45%. لذلك اليوم الشيئين الرئيسية اللي دتعوق حركة أو تطوير القطاع النفطي، وبالإضافة إلى وكل القطاعات الأخرى، الأولى هو ضعف التخصيصات الاستثمارية من الدولة لهذا القطاع، الشيء الثاني الفساد وعدم وجود خطط استراتيجية رئيسية خمسية وعشرية وعشرين. شكرا. نعم، شكرا دكتور. دكتورة هداب، يعني لنتحدث عن الحلول
لدينا أدوات موجودة في العراق فاعلة، هل يمكن للعراق بأدواته الفاعلة بالعقول الموجودة بالمؤسسات الموجودة أن تقدم خططا خمسية وعشرية وأكثر من ذلك بعيدة المدى استراتيجية تنقذ العراق من ضياع أمواله مليارات دولارات تذهب على استيراد المشتقات النفطية؟ هل يمكن هذا الأمر أم أن الأمر غاية في الصعوبة؟ يعني بالتالي يعني دكتور سمير، يعني أبدأ من ما ذكره دكتور دريد بشأن الاستثمار. يعني الآن في العراق لا وجود للبنى التحتية التي هي تساعد في العملية الاستثمارية، وبالتالي كل عمليات اللوجستيك النقل وإلى آخره كلها يعني متهرئة ومتراجعة كثيرا، وبالتالي لا يمكن استخدامه والاعتماد عليها. المستثمر أول ما ينظر إلى العملية كيفية النقل وإلى آخره، قرب وبعد المشاريع اللي حيقوم بها من مكان التسويق إلى آخره. إحنا لازلنا ضعيفين في هذه الحلقة، وبالتالي أيضا قانون الاستثمار إلى يومنا هذا لم يتم تطبيقه بشكله الصحيح، وأيضا يعني هنالك تراجع في الفكر الاستثماري كما أشار أيضا الدكتور دريد. يعني نلاحظ الموازنة العراقية عبر هذه السنوات، في كل سنة الموازنة تضم شكلين، هي التشغيلية والاستثمارية. التشغيلية يعني حجمها يتضخم والاستثمارية تتقلص، وبالتالي إذا في حالة تقلصها سوف لن نحصل على نتيجة أو سوف لن يأتي المستثمر. عدم استقرار الوضع السياسي بشكل عام أكيد يعني كان له دور كبير جدا في هذا، وبالتالي جميعنا يعني يمكن واضحة بالنسبة له أنه إلى حد يومنا هذا لم يتم الاستقرار على العملية السياسية، وبالتالي بعد أن انتهينا من انتخابات من شهر 10/2021 إلى يومنا هذا. إذا هي العملية السياسية عندما لا تكون مستقرة كيف للمستثمر أن يأتي ويستثمر؟ إذا أيضا في نفس الوقت أنت المستثمر يجب أن تحدد معه خطط حتى تعرف أنه كيف تتعامل معه وكيف يتعامل البلد حتى يضع خطة كما ذكرت حضرتك خمسية أو أكثر من ذلك. نحن الآن يعني في وضع يعني كما يقال مشي سنة سنتها، وحتى هذه العملية هي ليست عملية أيضا يعني ناجحة بالنسبة للعراق والعراقيين تحديدا. يعني إذا نلاحظ الفقر يزداد، ونلاحظ في الجنوب يصل إلى أكثر من 50%، وحتى الأرقام المعلنة اللي هي 30% هذه أرقام معلنة رسمية هي ليست صحيحة، لكن إحنا نقول هي هذه الأرقام بشكلها العام أو كمعدل. يعني هذا الشيء الذي نحن به الآن يعني كيف لنا أن نحله؟ ولدينا تراجع كبير في كل البنى التحتية وفي كل الهياكل السياسية الأساسية العفو التي نحن يجب أن نتعامل معها حتى تقام أو حتى طيب نؤسس استثمارية. نعم دكتورة. دكتور دريد، لو أن الموارد النفطية في العراق بحوزة دولة أخرى، لنفترض أي دولة لا تملك النفط، ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها أو تعمل بها هذه الدولة أو حكومة هذه الدولة من أجل الوصول إلى ما يناسب العراق ويرفعه إلى المستوى الذي يلائمه عندما كان من أوائل الدول المصدرة للنفط من وجهة نظرك؟ هنا نتحدث بشكل علمي. نعم، هي ثلاث خطوات رئيسية. الأولى هو المصادقة على تشريعات اللي هو مصادقة على قانون النفط والنفط والغاز أو استثمارية. الجزء الثاني زيادة التخصيصات إلى ثلاث أضعاف التخصيصات الاستثمارية لقطاع النفط، وخصوصا قطاع التكرير وبناء خطوط أنابيب تصدير بكل الاتجاهات. الثالثة تقليل الضائعات وزيادة أسعار أو تعرفة الوقود في الاستهلاك الداخلي لغرض سد الخسائر التي تنجم من السعر المدعم اللي موجود اللي اليوم تبيع بوزارة النفط للمواطن. هذه هي الثلاث أشياء المهمة اللي يجب على أي حكومة في أي دولة
أنه تبدأ بها الخطوة الأولى في طريق الألف ميل لتطوير القطاع النفطي لبلد مثل العراق. طيب دكتورة هدى، وأنتم يعني الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية والخبيرة الاقتصادية، هل من الممكن أن يرتقى بالمستوى مستوى دخل المواطن العراقي دون النفط؟ هل شرط أن يكون النفط هو الوسيلة للنهوض بالعراق اقتصاديا؟ العراق غني بموارده البشرية وموارده الأخرى الطبيعية، هل من خطة من وجهة نظرك اقتصادية لرفع مستوى دخل المواطن العراقي؟ يعني خلي بس أعرج العفو على نقطة أشار إلها الدكتور دريد، يعني من بين الأشياء الثلاث التي يجب أن تتخذها الدولة حتى تعمل على إرساء قواعد القاعدة الصناعية، وبالتالي مثل ما ذكر أنه خطوة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى. يعني من ضمن الأشياء يعني هو حتى إقرار قانون النفط والغاز، قبل الإقرار يجب أن أعمل على مراجعة قانون النفط والغاز وليس أن أقره كما هو، يعني هناك يجب أن تكون تعديلات بما يخص سيادة البلد، وبالتالي بما يخص أنه في كيفية التعامل مع هذه السلعة المهمة ألا وهي النفط التي لم يستفد منها العراق من 2003 إلى يومنا هذا بشكلها الصحيح، وإنما كانت عملية الاستفادة هي عملية أجزاء أو حبيبات صغيرة من الإيرادات المستحصلة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني إحنا حتى يعني نمشي وكمل المسيرة كما يقال، يعني هي أساسا احنا نحتاج إلى أناس مثل ما ذكرت حضرتك أيضا قبل قليل، نحتاج إلى أناس يكونوا هؤلاء متخصصين ذوي معرفة، وهؤلاء المتخصصين وذوي المعرفة حاليا في العراق لا يوجد منهم كثيرا، يوجد عدد جدا قليل، وبالتالي نحن بحاجة إلى عدد أكبر، بحاجة إلى يعني خطط صحيحة لما يخص المواطن العراقي. نحن نعلم جميعا الأشياء التي جاءت بها مثلا الورقة البيضاء. طيب الأشياء التي دكتورة هداب، يعني الكثير من الدول هناك لا تملك النفط، مع ذلك يعني مستوى الدخل للمواطن فيها عالي جدا وترتقي إلى الدول المتطورة اقتصاديا ومن أوائل الدول في السياحة وإلى آخره، لماذا العراق فقط يشكو من موضوع النفط؟ يعني ماذا يعني جنى المواطن العراقي من النفط سوى ما يضعه في المدفأة في الشتاء أو يعني يضعه في سيارته عندما يريد أن ينتقل أو يتنقل بها؟ يعني ما الذي يعني جناه المواطن وهو يتزود بالوقود بأسعار غالية، وكذلك أصحاب المولدات يرفعون عليه الأجور، وأصبح النفط نقمة ومشكلة على المواطن العراقي في حين باقي الدول التي لا تملك النفط يعيشون برفاهية؟ يعني من الناحية الاقتصادية هل من الممكن أن يكون العراق مثل هذه الدول أيضا؟ طبعا أكيد ممكن كان يكون العراق أفضل من هذه الدول، وحتى بعدم لو وجود النفط كما ذكرت وجود حضرتك وجود لدينا عقليات ولدينا كفاءات وإلى آخره، لكن المشكلة كلها تكمن في عملية الفساد الذي يعني نحن لسنا بعيدين عن هذا الفساد الاقتصادي الإداري السياسي كيفما كانت تسميته، بالنتيجة قد انعكس على المواطن العراقي، وانعكاسه على المواطن العراقي انعكس أيضا على حياته بشكل عام، وبالتالي هذه الحياة التي يحياها المواطن أصبحت حياة جدا بسيطة، وأصبحت يعني لو راجعنا مثل ما تذكر حضرتك أنه انعكاسات ذلك على المواطن العراقي، إحنا كان يجب أن يكون لدينا طبقة الوسطى في المجتمع العراقي تشكل أكثر من 60%، الآن الطبقة الوسطى في العراق هي أقل أو بنسبة يمكن 20%. كل دولة اللي ذكرتها حضرتك أنه حتى ترتقي وتصبح في مصاف الدول المتقدمة حتى يصبح العراق ونصبح كبقية الدول، يجب أن نعتمد على إرساء بناء الطبقة الوسطى. هناك نقطة مهمة دكتورة طبعا أريد أن أضيفها أيضا، يعني البعض يتحدث من السياسيين يقول أن العراق الآن ليس كالعراق في الماضي، فيه مولات كثيرة،
فيه مولات كثيرة، في حين أن هذه المولات من وجهة النظر الاقتصادية، من وجهة النظر الاقتصادية أنها مؤشر على الكساد الاقتصادي. أين المصانع؟ أين المزارع؟ أين المعامل؟ تمام، نعم، شكرا دكتور سمير، يعني ملاحظة جدا مهمة. يعني العراق الآن ممكن أن تصفها بدولة المولات والمطاعم. كل الاستثمارات الآن الموجودة في العراق تجدها في أما مولات وأما تجدها في مطاعم، وهذه حتى المطاعم التي نحن بصددها قد تكون أوروبية في بعض الأحيان، قد تكون عربية عراقية، ولكنها تدخل في مجال الاستهلاكي. العراقي بشكل عام يعاني من مشكلة، هي نزعة استهلاكية مرتفعة لديه المواطن العراقي، وبالتالي كان يجب على الحكومة عندما ترتقي بسياساتها أن لا تعزز هذه النزعة الاستهلاكية التي نحن. نعم. نشكرك شكرا جزيلا الدكتورة هداب فالح الكوبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ونشكرك شكرا جزيلا الدكتور دريد عبد الله الباحث والخبير في مجال الطاقة. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.